احمد بصراحه رحيل كل اللعيبه الخبره في انبي، عدد كبير جدا من اللعيبه الشباب بنشوفهم، انتوا كلعيبه كبيره مش عايز اكبرك طبعا في السن، لكن من اللعيبه اصحاب الخبرات ما حسيتوش كده ان الامور ممكن تبقى صعبه؟ تخيلتوا كده ان انبي ممكن يعاني في المسابقه الموسم ده؟ يعني احنا خوفنا في اول السنه في فتره الاعداد كده، كان لسه بدايه اللعيبه لسه ما اندمجتش معانا ولسه ما خدتش الثقه، حاولنا ندخلهم بسرعه وحاولنا نساعدهم ونقف معاهم، بس طبعا انت عارف كل مكان حتى في منتخب مصر نفسه لما بيحصل احلال وتجديد في اي فرقه او في المنتخب نفسه بتحس بفتره كده معاناه على ما اللعيبه الصغيره دي تكبر وتكتسب خبره والاحتكاك بتاع الدوري مختلف بتاع الدوري الممتاز اذا كانوا جايين من ممتاز بي او اذا كانوا لسه طالعين من ناشئين، فده كله بياخد وقت. احنا طبعا يعني خوفنا، واللعيبه الكبيره اللي زي علي فوزي واللي زي بلعوتي واللي زي خالد رضا ومحمد اسماعيل حامد، كل اللعيبه دي نقلت خبراتها للعيبه الصغيره ووقفت جنبها وساعدتها. كان عندي عروض، كذا نادي كان مكلمني وكان في حاجات فلوس كويسه طبعا ليا. كتيرة. بس يعني الواحد قال لا، يعني يستحمل السنه ديت، يبقى موجود نادي كبير برضو امبي ودي اخر سنه ليا، وان شاء الله السنه الجايه يعني بدرس ان انا يعني اجدد النادي، او ان شاء الله لو في عروض جايه ان شاء الله يعني ربنا يوفقني في الخطوه هنتكلم الجايه. في العروض بعدين، لكن عايز اسالك سؤال مهم. رغم ان عدد كبير من فريق انبي لعيبه صغار السن، لكن الغريبه ان كل المباريات القويه كانت قدام الفرق الكبيره. يعني خسرتوا من الاهلي في لحظات، اتعادل مع الزمالك وفوز، كسبتوا سيراميكا، خسرتوا من بيراميدز وتعادلتوا معاها. شايف ان الامور بتختلف لما بتلعبوا فرقه كبيره او اسم كبير وبتجمعوا نقط كتيره بالشكل ده؟ بص انا يعني مش هعمل لك فيها لعيب اجنبي، انا لعيب مصري زي اللعيبه المصريين كلها، هو اللعيب المصري عقليته كده، لما قدام يكون الكبار بقى يحلق قدام شعره الكبار ويحلق دقنه تلاقيه والكلام ده رايح ورشش حفلة. بيرفيوم وبتاع، لا بيبقوا مركزين 200%، كل اللعيبه المصريين عايزين يظهروا عارفين ان ده ماتش الموسم، اذا كان اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر فرق الكبار كلها تبقى اللعيبه المصريه مركزه قدامهم كويس جدا عشان يظهروا بشكل كويس، لان هو بيعتبر ان ده هو ماتش الموسم،